بداية سعيد بوجودي معاكم هنا، وأشكر المجلس الأعلى للصلاة على دعوته لنا ومشاركته فيس تو فيس، انتقالا من العالم الافتراضي لعالم أن احنا نتكلم تجربتنا الشخصية. اللي شاف منكم فيلم 2012، تذكرون يمكن قصة الشاغي اللي كان في السيارة وكان قاعد ينقل للناس تجربته عن التغيرات اللي تصير في العالم. لو تذكرون انه كان في الفيلم قاعد ينقل مجموعة من التعليقات بالصوت للناس اللي يشاركون في المدونة. فاحنا صرنا الحين مكان شارلي نعرف في الفيلم، واللي صار ان شارلي كان هو على الحقيقة وتوفى، لكن كان قاعد ينقل الحقيقة للناس. قبل ما ابتدي نعرف، احب اوقف على مؤشرات حول التدوين في قطر. حاولت ان ابحث على عدد مستخدمين الانترنت في قطر. عدد مستخدمين الانترنت وصلوا الى 436 مستخدم للانترنت عام 2008، هالمصدر من فاكت بوك. وعدد المدونات الناطقه باللغه العربيه في قطر وصلت الى 1141 مدونه. طبعا هذه على موقع مكتوب، احنا عندنا اكثر من 1141 مدون. وينهم اليوم عن هذا المنطقة؟ انا صراحه يعني اشكر المدونين اللي حضروا وسعيد بوجودهم هنا، واتمنى ان شاء الله في الفترات الجاية أن يزيد العدد. لكن يتبادر في ذهني سؤال، إيش أسباب قلة المدونين مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت في قطر؟ وهاي يمكن وقفة نوقف لها إن شاء الله وأوضحها إن شاء الله في البرزنتيشن. سأل البعض شو الفرق بين الصحافة التقليدية وصحافة المدونات؟ الصحافة التقليدية قائمة على احتكار المعلومة، بينما صحافة المدونات قائمة على أن المدون هو مواطن صحفي. معظم المدونين أو كلهم ممكن أن نعتبرهم هم المتطوعين، يعني ينقلون الحقيقة للناس، يوقفون ويبذلون طاقتهم على أساس أنهم يعرفون اللي قاعد يصير حول العالم. الصحافة التقليدية تقوم على الفايف دبليو، الأسئلة اللي معرفها، بينما المدون هو صحافة حرة، ممكن أنا أكتب قصة، ممكن أنزل صورة، ممكن أنزل أي شيء ببالي. الصحافة التقليدية تركز على قانون القر، بينما صحافة المدونات تركز على تعدد الوسائط. ممكن نستخدم فليكر، ممكن نستخدم كثير من المواقع الاجتماعية. الصحافة التقليدية تركز على قوالب صحفية مثل الهرم المقلوب، الهرم المعتدل، الأشياء درسناها، لكن الصحافة المدونات ممكن أن تستخدم فيها اللينك وتنتقل من مدونتي إلى مدونة أحمد، مدونة محمد وجميع الموجودين هنا. الصحافة التقليدية قائمة على الرقابة على محتوى النشر، بينما المدونات فيها نوع من سرية هوية بعض المدونين لأسباب شخصية. التبعية للسلطة في الصحافة التقليدية، بينما المدونات قائمة على تنوع وسائل المدونات، في مدونات صوتية، في مدونات تقوم على الفيديو، في مدونات على الصور، في مدونات كتابية، في مدونات تجمع بين كل هذه الأنواع. الصحافة التقليدية وسائلها محدودة، تقوم على التحقيقات والمقالات، أما المدونات تستخدم مواقع الشبكات الاجتماعية. ممكن شفتوا الصورة هذه، بس أحب أعلق عليها أن لماذا تغيب مجموعة من الدول العربية في هذه الصورة؟ هذه الصورة من دراسة قامت فيها جامعة هارفر، نجد أن الكثير من الدول العربية تغيب عن توسعها في انتشار المدونات. ما الأسباب التي دفعت المدونين وخلت المدونات تنتشر بسرعة؟ ناخذ أول سبب، الظروف الراهنة للمجتمع، مثل ما شفتها في حرب العراق، مجتمع محاصر، الوسائل الإعلامية ما تقدر توصل للأشياء اللي تصير في حرب العراق. مؤخرا في غزة ممكن شفتوا كيف أن الإعلام اضطهد، الإعلام الرسمي، وصار أن المدونين هم الوسيلة الوحيدة للحصول على المعلومات داخل حرب غزة. سهولة تقنية التدوين، ممكن تستخدم تليفون، ممكن تستخدم كمبيوتر، ممكن كثير من الوسائل اللي شرحها أخواني وأخواتي المدونين. ملتقيات المجتمعات التدوينية مثل هذا الملتقى ليعزز دور التدوين. الحاجة الإنسانية، ممكن بعض المجتمعات فيها نوع من الفقر، في مجتمعات وسائل الإعلام ما توصل لها المعلومة،
يوصل المدونة لشريحة من الناس ويحاول ان هو يرسخ المعلومات الموجودة، يصور الصور كما لا داعي تاخذ الوايد بالانس والامور هذه المعقدة اللي عرفناها في الاعلام. الدعاية التغطية الاعلامية، متعة التدوين والشهرة، وسيلة التعبير بدون قيود. تعرفون ان اكتب ما تشاء، لكن انا يعني اوقف على هالشيء، ان في بعض المدونين يحاولون يجرحون الشخصيات السياسية او المجتمعات. احنا في التدوين نحاول ان احنا ما نشوه صور المجتمعات، بالعكس احنا المفروض ندعم لنشكل الصورة الجمالية للمجتمعات. اكتب بعيدا عن مقص بعيد ومكان واسع لتبادل الافكار. يتوارد سؤال في ذهن احد الموجودين هنا، ما هي التحديات التي تواجه المدونين في الوقت الحالي؟ ساعرض عليها السريع. اول شيء الرقابة على المدونات وتضمين ذلك من ضمن قوانين النشر والصحافة. الحجم العشوائي لبعض الدول العربية، عدم وجود الوعي التدويني الكافي في بعض الدول العربية. بعض الدول تسألهم كم مدون موجود؟ ما يعرف. تعرف شنو المدونة؟ ما يعرف. اغلاق بعض المشاريع العربية اللي تهتم في التدوين اللي قلت الدعم المادي، مثل ما حصل في موقع دون اللي اغلق مؤخرا، كان احد المواقع اللي نفتخر فيها واللي قاعد نكتب فيها، اغلق بسبب عدم وجود دعم مادي لهذا الموقع. التدوين متقاطع والانقطاع الدائم عن التدوين، اختراق المدونة ومسح محتواها من قبل الاخرين، مؤخرا اعتقال المدونين تعرض لمسائل من قبل النقاط الامنية. خلونا ناخذ تجربة بسيطة. في مدونتي استخدم التليفون واستخدم الكمبيوتر، طبعا انشر المحتوى عن طريق ساعات اكتب باليد، ساعات بالمدونة مباشرة، او استخدم ووردبريس، او انشرها عن طريق المدونات في موقع مكتوب او موقع جيران، واستخدم القنوات هذه التويتر اليوتيوب اكبس فليكر وما ذلك والفيسبوك. تخيلوا معي ان انا نشرت مثلا معلومة انتشر المدونة الثاني الثالث والرابع، بنشكل احنا شبكة موجودة من العلاقات الاجتماعية على الانترنت. تخيلوا ان يوميا عندنا تقريبا احنا 490 الف مدونة، نسبة ما يضاف على الانترنت في اليوم تقريبا ما يقارب 160 الف مدونة تدوينة جديدة على الانترنت. الفضاء اللي تكلمنا عنه اثر كثير على الصحافه التقليديه. لجأت بعض الصحف الحكوميه الى اغلاق او عدم نشر صفحاتها الورقيه ولجوها الى الانترنت. شنو الشيء اللي دعم هذه الصحف؟ دعمت ان هي تخلي اخبار بالصور والفيديو وتخلي نوع من الملتيميديا كنوع مقارب للمدونات او اشبه للمدونات، وهذا يمكن يعطينا رؤيه ان ترى المدونات لها مستقبل، ما دام ان هي اثرت على صحف كبيره، ممكن ان المدون في يوم من الايام بيكون في ملتقى كبير فقط للمدونين باعتبارها هي صحافه جديده، وهذه يمكن الرساله اللي انا اوجهها لكم انتم، سواء كنت مدون حاول ان تطور مهاراتك، واذا ما كنت مدون انت شخص مختص، انت تخرجت من جامعه قبل سنه او سنتين او ثلاث، حاول تنقل خبرتك هذه للناس، ترى الناس تبي تسمع. احنا يمكن بعض الدكاتره اللي درسونا والافاضل اللي كان لنا شغف ان احنا التقينا معاهم نقلنا تجربه في ساعه او ساعتين في المحاضرات. في مهارات قاعد نتعلم بحياتنا، لكم انت والدور هني من هذا المرتبة ان انتم تدخلون على الانترنت وتسجلون فيه، ترى التدوين ما ياخذ وقت، صح انه مثل ما ذكر اخوي رؤوف التدوين تاخذ ساعه ولا ساعتين، لكن شوف انت ايش قاعد تغير في المجتمعات من خلال رسالتك هذه. في الختام اقول الحلول المقترحه، نحاول ان احنا نزيد ثقافه التدوين من خلال الملتقيات، نتفاعل مع المدونات من خلال اضافه تعليقات واستطلاعات راي منشوره في التدوينات، نحاول ان نجري دراسات مستفيضه على اساس احنا ندرس تجربه التدوين من خلال العلوم الثانيه مثل علم النفس وعلم الاجتماع. وهذا الشيء صراحه ما اشوفه في العالم العربي الا قليل، فاتمنى انه يصير هالشيء، حتى المختصين والخبراء لفتح مدونات تهتم بتخصص مهم في المتصفح العربي وتكون وسيله تبادل الخبرات بين المختصين. وادعوكم للانطلاق لفضاء حر، فضاء عالم التدوين. اشكركم على حسن الاستماع وان شاء الله يكون بيننا تواصل.
عندكم الويب سايت، عندكم تويتر او فيسبوك، عندي كثير من المواقع اللي موجود فيها ما شاء الله كثيره، يمكن انا مو حافظها. يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم على حسن الاستماع.